السلام عليكم يا شباب، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير يا رب. النهارده صحيت الصبح باذن الله كده لقيت الاد بيقول لي، بقول لك ايه، انا مش حاسس ان انت هتعرف تمرنك كويس النهارده. قلت له يعني انت اللي هتعرف؟ قال لي بص هدلعك. قلت له خلاص التمرين عليك؟ قال لي خلاص التمرين عليا. وبسم الله توكلنا على الله وبدانا اول حاجه بالسحب الامامي، وبنزل لغايه قدام رقبتي او قدام وشي كده، بحيث ان انا اكون عصرت او وصلت لكل الجزء اللي انا محتاجه تحت في اللات. انا بالتمرين ده بستهدف اللات من الاسفل، تمام، وبعمل استرتش كامل فوق وبنطلع اعصر، بطلع اعمل استرتش وانزل اعصر اللات كويس جدا تحت، تمام. بعد كده اللات قال لنا بص كده مش كفايه، قمت رايح على العقله، قال لي بص انت عشان عارف ان انت اتبهدلت في اللات بول داون، هنشتغل على البول ابس ولكن بثبات اللي هو بوز، اطلع وتعصر وتجيب اخرك او 10 ثواني، انا كنت بدي 10 ثواني بس، تمام. بعد كده تنزل وتقوم طالع تاني فوق وعامل برضو ثبات تاني تجيب اخرك بالظبط. هو ده اللي حصل. طيب الناس اللي جابت اخيره بقى ومش عارفه تشد وتطلع، ممكن تقف على حاجه عاليه كده وتقوم ناطط نطه حلوه كده وتثبت وتحاول تنزل بالراحه الاخر، تمام. بعد كده نقلت على السحب الامامي برضو ولكن بدراعين مشدود، يعني الدراعين مشدودين اللي تحت سنه صغيره، وبشتغل بدراع واحد، اخلص 8 عدات او 10 عدات بعد كده انقل على الدراع التاني. واهم حاجه وانا نازل اعصر جنبي كويس جدا واعصر اللات كلها، هتلاقي من فوق مولعه ولكن اعمل استرتش كامل وانا طالع، تمام. نظره جانبيه للموضوع اهو، برجع ورا شويه عن الكابل ما بقاش تحتيه بالظبط، واعصر واطلع اعمل استرتش كويس، تمام. بعد كده حط تريكه صغيره كده اللي انا بعمل ثبات برضو، بتخلي معايا الظهر مولع بشكل رهيب، تمام، والاتنين مع بعض اهو والدنيا حلوه زي الفل. والظهر من ورا قال لي انا بص هخليك تنشكح النهارده، وانا صدقت الصراحه ومشي معه على الاخر. بقى دخلنا على الرو اللي هي شبه المنشار ولكن على الماشين، تمام. وتروح تعمل استرتش لللات كامل، بعد كده ترجع تعصر اللات كويس جدا وكوعك جنبك، وما ترجعش كوعك اكتر من مستوى ظهرك، تمام. بصراحه كان تمرين فاجر، اللات اساسا كان منشكح وخلانا نشكح معاه. بعد كده عايز اشتغل على الابر باك، فنقلت على التي من الزاويه الداخليه السنه المتوسطه، يعني دي زاويه ممتازه جدا للابر باك كلات في نفس الوقت مع بعض. طلعت عصرت وانزل اعمل استرتش كويس واطلع واعصر وهكذا. بعد كده في واحد قال لي كابتن عايز تمرين، ما بقى انك ايه بتتمرن قبل الشيفت، مع ان لسه ما بدأناش الشيفت، بس مش مشكله كده، ايه الناس كلها حبايب، تعالى يا عم تعالى فورمه، تعالى عايز تعمل ايه؟ مش عارف عندك النهارده؟ طب عملت ايه المره اللي فاتت؟ طيب كتاف النهارده عندك كتاف؟ حاضر. شفت المكنه دي الميلتر بريس؟ ايوه. ما علينا، انقل دلوقتي على ايه؟ على اللورو. عايز اركز برضو على الابر باك من ناحيه الترباس من الجزء العلوي شويه، تمام. اهم حاجه هنا تعدل الكرسي وتعدل الزاويه والميل بتاع ظهرك واستقامه ظهرك عشان تعرف تاثر عليه كويس، ما يبقاش الشغل كله في الهواء، تحس ان كتف خلفي بس اللي شغال، تمام. تفرد ايدك تحت، بعد كده تطلع وتعصر الابر باك والترباس كويس جدا، وخلي بالك من رجلك لا جرى لها حاجة، تمام. طلع رجلك قدام وركز في الجزء اللي انت شغال عليه كويس، واعصر واعمل استرتش كويس، تمام. تمام خلاص يا عم. بعد كده نقلت على اللات بوش داون او اللات بوش داون او استرتش ارم لات بوش داون. اهم حاجة هنا تعمل استرتش كويس وايدك عكس ظهرك في الطلوع والنزول، تمام، يعني تطلع بظهرك تنزل بايدك والعكس، وتعصر ظهرك كويس جدا تحت وتعمل استرتش كويس، بس ايدك ما تعلاش على مستوى راسك او كتفك من فوق، تمام. بعد كده انا نقلت على الجزء الفردي بالعصر، دي بحبها قوي في النص كده او في الاخر، بحس ان انا بتدلع او بنشيك يعني. ما علينا، عصرت وعملت وجبت اخري كده، خلاص اللات مات. بعد كده نقلت على حتى على الكتف الخلفي، الكابل ده انا بعشقه في التمرين بصراحه، غير لي شكل الكتف الخلفي بشكل سريع جدا، تقريبا في ظرف اسبوعين او ثلاثه كان اتغير من تمرينتين، من 3 او 4 تمرينات. اشتغلت في المستوى الافقي فوق، بعد كده نزلت على 45، ايوه. بعد كده نقلت على الدوران اللي هو شبه الحبل لما تعمل فيسبول كده، ده ممتاز جدا معايا لما غير لي شكل كتفي بفضل الله يعني. بعد كده نقلت على الترباس بالسميس، تمام، اطلع اعصر فوق حوالي ثانية او يعني اقل من ثانية، لو الوزن لو تقيل زي كده اكيد مش هتعرف تقف كتير، بس ما يبقاش الاداء بتاعك سريع جدا وما تتهزش كتير ورقبتك ما تطلعش قدام ولا ترجع ورا كتير، خليك في الامان دايما مستقيم وتطلع تعصر وتنزل بالراحة وتعمل استرتش كامل، تمام.
في تريكة صغيرة بحب أعملها في الترباس دايما، وهي إني بعد ما بخلص البار بقوم واخد طارتين وماسكهم في إيدي بالشكل ده كده وأطلع أعصر بقى، بقف حوالي مثلا 4 5 ثواني، ممكن ساعات بوصل 10 ثواني في كل عدة، اللي هو ممكن توصل أصلا 10 عدات، يعني بقف حوالي التمرين ممكن ياخد 100 ثانية أو أكتر كمان، بس على حسب مقدرتك والأوزان وشدة التمرين عندك كان عاملة إزاي. تمام، وانت حر في اللي بتعمله في نفسك بقى، المهم ايه توصل للي انت عايزه من الحرقان او الوجع او اللي انت عايز توصل له يعني. تمام، بعد كده الباك اكستنشن، ركز معايا هنا، اهم حاجه في التمرين ده اللي انت ما تشدش ايه التوته معلم، تلعب باسفل الظهر فقط، اسفل الظهر فقط، ما تشدش الخلفيه عشان ما تشتغلش معاك بشكل كبير جدا، هي هتشتغل ولكن انت ما تشدهاش، خليها مرخيه خالص وتمرن بطلوع ونزول كده بس. تمام، ايوه، وعلى الهادي بقى كده، ايوه، الله ينور، ماتت. بعد كده ندخله على الباي بيبس، دخلت انا على البريشر كيرف بالبار، بنزل قبل ما افرد كوالي للاخر بطلع اعصر العضله فوق كويس جدا، وانت اتفرج وهتفهم كل حاجه دلوقتي. ايوه، اجمد تمرين، ما بحبوش ولكن بيطور عندي العضله بشكل كبير، ده اخري تقريبا في 10 و10 وبموت، هو تقريبا كانت 10 و10 عشان كده مش عايز اجيبها، بس ما علينا، تمرين فوق الرائع ان شاء الله عليه يعني، عاش فورمه اجمد اجمد والله. بعد كده دخلت على الهامر، انا تقريبا ما لعبتش غير التمرينين دول للباي والبريكياليس او الساعد بتاعي، اللي هو التمرين الاول والتمرين التاني، كل واحد عملته 4 مجاميع وزي الفل كده كده كده، انا كنت العب مع ظهر فالاتنين شغالين اصلا معاهم الاول. تمام، ودي على حسب شدات تمرينك ومجاميعك الاسبوعيه او الشهريه على حسب ما انت عامل البروجرام بتاعك. تمام، واتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبك باذن الله ممكن تشرفنا في قناه اسمها كابتن فورما، اذا كان يوتيوب انستا او سناب او فيس، وشكرا جزيلا.